يا جماعه المجلس الاعلى للاستثمار اصدر 22 قرار لدعم القطاع الخاص. هنا خليني اخد معانا دكتور وليد جبلة، عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع، وله الكثير من المؤلفات بالمناسبه في هذا الجانب. اهلا بك يا دكتور وليد. اهلا وسهلا استاذ يوسف، واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين. وحشنا قد الدنيا، ما جيتلناش من زمان، نورنا بقى ربنا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك. يا رب يخليك دكتور. وانا اعلم انك من اشد المتخصصين ومن اكثر المهتمين بالحقائق والارقام، يعني بحث ما فيهوش هزار. وهنا هسأل عن ال 22 قرار لدعم القطاع الخاص، وبالتأكيد دكتور وليد رصد هذه القرارات، كيف يرى أنها داعمة للقطاع الخاص خلال السنوات التسع الماضية؟ اسمح لي كمدخل في البداية يعني أعلق على الجزء اللي حضرتك تحدثت عنه بشأن ما حدث في السنوات الماضية. وفي حديث الأرقام عايزين نقول أن هل يمكن إنجاز أو تكرار ما تحقق لو لم يتم هذا الإنفاق وإنشاء هذه البنية التحتية وإنشاء هذه المشروعات وفقا لأسعار ما قبل كورونا وما قبل تداعيات الحرب الأوكرانية؟ احنا أنشأنا هذه المشروعات بأسعار بعد ظاهرة التضخم اللي حدثت في العالم والصعوبات التي حدثت في العالم. لو كنا بننشئ هذه المشروعات الآن لكانت تتم بتكلفة أضعاف ما تم انفاقه فيها، على الاقل ثلاث اضعاف على الاقل. الحاجه الثانيه ان السيد الرئيس هو صاحب القرار وصاحب الدور الاساسي فيما تحقق خلال السنوات القادمه في خلال السنوات الماضيه. كنا بنتابع قد ايه وجوده بيغير من اشياء كثيره، يعني في قضيه الغاز ترسيم الحدود واتفاقه مع الشركات كان بيتم بصوره مباشره. احنا بمنتهى الثقة لما بنشوف شركة عالمية مندوبينها بيأتوا الى مصر وبيقابلوا السيد الرئيس، فعلى طول بنعرف ان هذا اللقاء سينتج عنه مشروع يتحقق على ارض الواقع بالفعل. اذا فان الدبلوماسية الرئاسية ولقاءات السيد الرئيس التي نتابعها هي لقاءات بنتابعها على ارض الواقع. لما بطبق ده على قضية الاستثمار بلاقي ان السيد الرئيس ومنذ البدايه وجد امامه مشكله متعلقه بالاقتصاد. كان هناك مؤتمر في شرم الشيخ في 2015، يعني افكر حضرتك مارس 2015 في 2015 تم دعوه القطاع الخاص، ولكن لم تكن هناك الاستجابه الكافيه. لم نتابع ونشاهد مشروعات ملموسه، كان هناك بعض البروتوكولات تنفيذ ولكن هم كانوا محتاجين تمويل وكان عندهم مشكلات تمويل، وكانت مؤسسات التمويل ما هياش جاهزه تمول مشروعات في مصر، عندهم تحفظات كثيره. من هنا لم يكن امام الدوله المصريه الا التصدي. فما هي فلسفه التصدي؟ هي فلسفه التصدي هي تهيئه البيئه الاستثماريه للقطاع الخاص. علشان القطاع الخاص يشتغل، القطاع الخاص محتاج مشروعات بنيه تحتيه ما كانش يقدر هو يعملها. كان مستحيل ان انا اتصور ان شركه قطاع خاص هتقوم بمحور يعبر النيل او بنفق يعبر قناه السويس او بانشاء مرافق الاراضي الصناعيه او غير ذلك من مشروعات كبرى كبيره جدا تابعناها. اذا فتصدي الدوله هو تصدي في البدايه من اجل تهيئه مناخ للاستثمار للقطاع الخاص، سواء في البنية التحتية أو في البنية التشريعية الداخلية أو في الاتفاقات اللي قامت بها مصر وانخرطها مع كثير من التكتلات العالمية في العالم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الداخل. السيد الرئيس ذكر عبارة مهمة جدا وهي المتعلقة بالشركات التي تريد التعاون، لأنك يا أستاذ يوسف ما تقدرش تجبر شركة قطاع خاص أنها تتعاون. لما بنتحدث عن توصيات المجلس الأعلى للاستثمار وكيف ان السيد الرئيس برئاسته للمجلس الاعلى للاستثمار اعطاه زخما كبيرا واعطاه قدره كبيره واعطى قوه للقرارات، قوه دفع طبعا. هذه القرارات من اين تصدر؟ هي بدايتها تواصل حكومي مع المستثمرين الراغبين في العمل، لان دايما باكد على المستثمر الراغب في العمل والمستثمر المتفرج الذي مهما اعطيته من حوافز فانه لا يعمل. هذه التوصيات تمت بناء على تواصل مع المستثمرين
وجود السيد الرئيس اعطى قوه لهذه القرارات، هذه القرارات تم تنفيذ بعضها على ارض الواقع بالفعل. يعني انا عندما اتحدث عن هذه التوصيات بتابع على سبيل المثال توصيه بان يتم تاسيس الشركات الكترونيا وخفض المستندات والموافقات اللازمه على ذلك وان يتم ذلك خلال 10 ايام. تم التنفيذ بالفعل واصبح هناك منصه الكترونيه لتاسيس الشركات الالكترونيه بالفعل، وتم تخفيض المستندات اللي موجوده على الشركات. لما كان من ضمن قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التوسع في منح الرخصه الذهبيه لمشروعات توطين الصناعه في مصر، تم تنفيذه بالفعل. توصيه بتيسير تملك الاجانب للعقارات وتشجيعهم على الاستثمار في مصر، تم اتخاذ القرارات التنفيذيه من مجلس الوزراء من اجل ذلك. تخفيف التوصيه بتخفيف الاعباء الماليه على المستثمرين. على طول تم توجيه من السيد الرئيس وبداية اتخاذ الإجراءات بشأن تقرير إعفاء ضريبي 5 سنوات يصل إلى 6 سنوات للاستثمار في المشروعات الصناعات الاستراتيجية. إذن نحن أمام توصيات تجاوزت فكرة التوصيات أو تجاوزت فكرة القرارات، لأنها أصبحت بتطبق وبتطبق بسرعة. لأن اللي بنتابعه دلوقتي الآن أننا أمام تواصل مع المستثمر، امام قرارات بيدعمها السيد الرئيس، امام تنفيذ سريع. هذه التوصيات ال 22 اللي تحدث عنها السيد الرئيس لو دخلنا فيها يا استاذ يوسف الاقيها توصيات متخصصه، توصيات تدخل في التفاصيل، تدخل في امور ليست عناوين عامه ولكنها امور ترتب نتائج حقيقيه بيطلبها المستثمر. انا بعرف انا كاقتصادي بعرف الطلب بناء على مطالبه المستثمرين ولا لا. يعني انا لما بشوف توصيه قرار من قرارات المجلس الاعلى للاستثمار متعلق باستحداث نظام مقصه ما بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من ضرائب، الطلب ده طلب ده طلب مستثمر على طول طلبه. طبعا تحس ان الطلب فني جدا. لما بنتحدث عن قرار من مجلس الاعلى للاستثمار بتهيئه بيئه تشريعيه ضريبيه مستقره، على طول بعرف ان دي مطالبات من المستثمرين. اذا نحن امام مجموعه من التوصيات التي تعبر عن استجابه للدوله لطلبات المستثمرين. هذا الامر اللي بيدعو غيرهم من المستثمرين، وبقول له لو سمحت تفاعل، لو سمحت اشترك في الاجتماعات اللي بتنظمها الحكومة، اشترك في الحوار الوطني، اشترك في الأحزاب، وصل صوتك، لأن صوتك بيترتب عليه إصدار بالفعل قرارات موجودة. لو مريت مع حضرتك بس علشان وقت البرنامج على ال 22 توصية، تأكد أن جميعهم بيقولوا أن دي طلبات تم الاستجابة إليها. إذن نحن أمام استراتيجية بتقوم بها الدولة المصرية من أجل التنمية الصناعية، مجموعة من الحوافز اللي بتقدمها الدولة المصرية. الدولة المصرية مش هتقدر تجبر مستثمر على العمل، لأن كتير بيتحدثوا وأين الصناعة وأين الصناعة. فإذا تصدرت الدولة وقامت بمشروعات صناعية يقولوا أين القطاع الخاص، الدولة المصرية مش هتقدر تجبر القطاع الخاص على العمل، ولكنها بتدعمه بالإجراءات والمحفزات وبالتخفيف عن كاهله وبرعايته وبالاستجابة إلى مطالبه. ومن هنا ومن خلال برنامج حضرتك أنا بدعو القطاع الخاص المصري والمستثمرين المصريين بالاستجابه بصوره اكبر لما تقدمه لهم الدوله من حوافز. لان لما بتكلم عن جذب استثمار اجنبي، جذب استثمار اجنبي اذا كان هناك دور للدوله بان هي تجذب استثمار اجنبي، هناك دور ايضا للمستثمر المصري اللي هو مهم ان يكون متواجد في الفعاليات الاقتصاديه، مهم انه يسافر، مهم انه يتواصل. لان المستثمر الاجنبي لما بيجي يدخل مصر محتاج شريك مصري. طبعا مما لا شك فيه، ده مما لا شك فيه. واشكرك جدا يا دكتور وليد على الـ 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 الكلام ده، وبالذات في الجزء الاخير. دكتور وليد جاب الله عضو الجمعيه المصريه للاقتصاد والاحصاء والتشريع.